طيب احنا دلوقتي هنتقابل مع الاستاذ مصطفى عن طريق زوم، خلينا نتكلم معاه وكمان نشترك معاه في الحوار. طبعا هنتكلم الاستاذ مصطفى طاهر، مدير تحرير مجله فنون بهيئه الكتاب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. بنتكلم النهارده استاذ مصطفى عن الـ الـ الادب، او تحديدا ادب السيره الذاتيه، وسبب نجاحه في الفتره الاخيره. من وجهه نظرك ايه سبب نجاح ادب السيره الذاتيه في الفتره الاخيره؟ هو طبعا يعني السيره الذاتيه في سبب لاستدعائها عالميا حاليا، وعمل فوكس على الحاله اللي المفروض الناس تتعامل معها مع الادب، مع فوز الفرنسيه اني ارنو طبعا بجائزه نوبل للاداب. في اختلاط برضو في المشهد شويه عند يعني القارئ العام او المتابع العادي بجزئيه مفهوم ادب السيره الذاتيه، وعشان حتى نعرف المفروض الاعتبارات الخاصه اللي احنا قلنا الاعتبارات الاخلاقيه مثلا الخاصه بما يقال او ما لا يقال في ادب السيره الذاتيه. في ادب السيره الذاتيه اللي هو يعني ده جزء طبعا في الادب العالمي والادب العربي، يعني يشكل جزء اصيل ومهم، زي حتى استاذ حسين ما بيقول دلوقتي ان احنا بالنسبه لنا احنا بنحب الكتابه دي، يعني القارئ العربي بيحب الكتابه الانسانيه اللي هي قريبه من تفاصيل الحياه اليوميه. أيوه. بتشتغل وفيها الفعل ورد الفعل والتطور بتاع الاحداث، وانا جاي من يعني القارئ العربي من بيميل للنوع ده من الكتابات. تقصد لا هو بيحب هذا النوع من القراءه، والحاله دي على فكره عالميا مش دايما بتكون جذابه تجاريه، لكن أوكي. لكن القارئ العربي بيحب النوع ده. طبعا احنا لازم نكون فاهمين حاجه كويس جدا، ان احنا التاريخ بتاع كتابه السيره الذاتيه الشخصيه بقى اللي هو اللي فازت عنه اني ارنو، هو كتابه السيره الذاتيه الشخصيه ده كان بدايته مع جان جاك روسو. طبعا كان في كتاب صدر بتاع الاعترافات، ده كان كتاب مهم جدا، وهو اسس للحاله دي من الكتابه. واحنا عندنا في الادب العربي عندنا مثلا كتاب زي كتاب الايام لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين، ده كتاب مؤسس ومهم جدا جدا، ما نقدرش نغفله في ان هو اهم كتاب في الادب المعاصر، كان في يعني بدايه للتعامل مع هذه القصه. طب دي الكتابه الشخصيه. في نوع تاني بقى اللي هو خاص بالسيره الذاتيه بقى عموما، اللي احنا عندنا انا شايف ان احنا بنعاني ازمه في الوسط الثقافي العربي والمصري حاليا، ان احنا عندنا شخصيات كتير مهمه جدا، تمام؟ والشخصيات دي احنا لغايه دلوقتي ما وثقناش سيرتها، اللي هو زي المشروع اللي بيشتغل عليه الاستاذ حسين عثمان وريشة، وعملوا فيه انجاز على فكره رائع الحقيقه. انا تابعت اغلب الكتب اللي طلعت واختيارات الشخصيات، وكانت اختيارات في محلها، وكتب اتعمل عليها شغل كويس، وده شغل مهم جدا.